علي وزوجته موجودين باليونان بمخيمات اللاجئين، بس ما ضلوا قاعدين بالمخيم، طلعوا لضيعة صغيرة واشتغلوا بالزراعة مع شخص يوناني وبلشوا خطوة لقدام رغم ظروفهم الصعبة. خلونا نتابع قصتهم مع محمد الزهوري. أنا علي من سوريا، من عفرين. صار لي هون باليونان صار لي فترة. جينا عدنا كنا قاعدين بالمخيمات نحن. المهم في شخص أجا طرح علينا فكرة أن في هون شغل بالأراضي. المهم نحن ما رفضنا هذا الشيء، رأساً جينا أن شفنا الشغل هون فعجبنا. اجا حكينا اني فكره عن الشغل اني هون بيجوا بيساعدوا اني اللاجئين بالمدارس بالمخيمات بهالمناطق، ومنه نحن اني بنستفيد اني من هذا الشيء اني من الشغل، والشغل يعني كثير منيح اني عجبنا. نطلع الشغل تقريبا الساعه 6 الصبح، بنفيع الشغل نطلع على الارض بننظف حوالي الزرع اذا ما كان في عنا قطف او شيء، بنجي بننظف حوالي الزرع بنسقي الزرعات، في عنا دجاج في غنم في كل شيء، يعني في عنا حيوانات هون. نجي منطلع عليهم ندير بالنا عليهم ومنطلع على هالاراضي، ومنجي اللي بيطلع مثلا من هالاراضي منجي منقطفه وبيبعتوه على المدارس عند اللاجئين. طبعا انا وجوزي هون بالارض يعني زارعين شغلات كثيره مثل الخضره، مثلا الباذنجان، الكوسه، الفلفله، البندوره، كل شيء موجود هون. يعني الخضره في مثل البطيخ، الجبس، الخيار، كل شيء موجود هون مزروع بالارض. المعاناة اللي عانينا فيها بالأول أني من ناحية اللغة، فجينا على هالأرض أني صرنا نشتغل هون أني منه عم نشتغل ومنه كمان عم نتعلم لغة. فبتمنى أني من كل الشباب أني يسووا شيء، يعني ما يتموا قاعدين ما يسووا شيء. يعني هاي شوف أنا مرتي هون عم نشتغل، أني عم نشتغل هون بالأرض منه عم نستفيد نحن كلاجئ. أنا عم باجي بشتغل بالارض عم نجي بنبعت كمان للاجئين بالمخيمات اني خضره، منه نحن عم نستفيد وهن كمان عم نستفيدوا.